سردونك ورباهين ساوثن ميديا كوبريشن وحاو أصوى حقيقيي إنانو تشيرين قطر كوين مانتي وقفكو سمايو صوماليا غارهان استيت كميلان شيخ آدن محمد نور شيخ آدن مدوبي حان سيدا سولينا قدوميها بارلمانك صوماليا سيدا عن لايفك إذن كوكو شاقني وان ننكا إسماعيل عمر قيلي وأصو دياري هادا إن وكو كرباشو ديقل إيام ريفلي ننكا لرابو ديقل إيام ريفلي إن لكو بربريو ديل نلالقالي ديل كلالقالي أما شيس كلالقالي وان دي شيك دونا وحاوي شيخ آدن محمد نور شيخ آدن مدوبي شيخ آدن مدوبي هشيس كلمقلين حسن شيخ محمود ننكا أبقالك آه هشيس كوحالة صوغالي إسماعيل عمر قيلي أو أحمد حوينها جمهورية دا جبوتي وحالة يابلي إن جبوتي ننجوغا ما أنتي صوماليكا جيس كجيس هداي تاي بونتلاند هداي تاي قلمودوك هداي تاي هيرشابيلي هداي تاي ميلان هداي تاي مقدشو نين مقالة دا معني جبوتي جوغا ما أنتي إن وكتاليو حكم كالصومالي دا استيديا دا مدح بنان إيا عاصمة دا وحانا إسويدين مدن سببتا مدحويني حسن شيخ محمود ووفر ليا فيلادا هدو صندلك إسوغو كتاليني نينبع تصالي أدوغو هدى قريقاك أدو جوغا إسلام تادا معني هدي أدو تاغن نينكال أو إلمكا أغدالو بلك ورن محاد دريمي لهاي سيدا سي لمتاي إن حسن شيخ محمود أو فيلا صوماليا دح جوغا أو دح فرديا ما أنتي ماشي وكتلين عيي قو آن كيدو نين ودن كلمة حوينة وكيهي ومامولو هدبا هشيس كلالا صغالي آدن مدوبي وحاوي آدنو معركي سيلابا ميت أيان كاد دونينا ماشا باي دبال لي رادو أو هادا كوميل غير كاوة دولة دا ميلان أبدا عسيس اللفتا غرين وجوغو أديغا مدحوينة كنقو تاسوران كوغو شاقني أما قف آد أدوغو ودتيد أيانو قينينا يا هشيس كاسي لسو قلايا إسماعيل عمر قيلي سي تاسي لسو رقليو وحانو كسينينا خب وحانو كسينينا قواردي خبات ساريسا وان إدين شاقني لباتان عبد بلي أيا هاد جبوتي لوغا سو ديرايا قدوميها بارلمانك صوماليا شيخ آدن محمد نور شيخ آدن مدوبي أفر بابور أو قواردي دقالكا أيو آدن مدوبي سيقر سودي مقالة بايدابا أو كود دياري هادا هلك اللو يقانو قبلك بقول إيادنا أفر قاري أيو كود دياري أو تقنكا وحو ديارينا يا أبابل أو جرع عيدما أورورينا يو سيدان لايف إذن كوكو شاقني ماركي سي معني هبين هوري وحانا قرشاء أو يهي إن ماركي سي لفتا قرين للادا قالمو ماشا لغا سارو حسن شيخ محمد أوغو إن لفتا قرين هشيس بيكو كالاتاقين كدب ماركي حسن ومري كريوايي لفتا قرين هشيس كايكو كالاتاقين وحو أها نيو دورشاد على قبصو وين وين أديقي أحمد مدوبي إلين إنترناشنالي ويسو أتكادين إنترنالينا ويسو أتكادين وبراو تيدي سبنا لغو حيري سيداد أركتين إيسوغك نمان كي هوية دبادا حبادة لغسو قليي وماركي سي وحبا منو حين كران ماركي سي عيدا مدو ويسو سعودان أو إلاي سين كدير بي أسو سعودان مركب ما داما لفتا قرين فود لغلين كريواي إساقي أحمد مدوبي إسماعيل عمر قيل مركب ناو دادالكي سي مركو حاوي حسنو أدوغو شقالات إتاي هدي بايدبا نمان كان ديقل إمرفلي أن قبسان ويني إحنا أنا معني أقبان ويدي أنا أقبان هاي مركب لبسانا إناف إس إناف مركب لبسانا كلا حدي هدي وجوغو لفتا قرين وحي كردقان تاي فرماجو أولي جوغا تانا لما قادن كرو إسماعيل عمر قيل مركب إساقو ما أركيس السياسة دي سماشا سي أي قراء عيسا مركب ولا ليال هورتا آدن مدوب الديل كاسا للاقلي لكن أنيقو مقران كرو آدن مدوب الديل كاسي ملو فلين دونا مسه انتو لغو شقيستو أيا لغو بودي دونا إلان قيل لوان نقانا مدكالي إسماعيل عمر قيل لقوف مركو هشيس لقلي دو وقوفو مالكو صوحب صدي وقوف سير لغا قب صدي هذا ما فهمه إيسا مارك إسماعيل وحو إسكو كرباشا يا ديقل إيم ريفلي وإسكو كرباشا يا آدن مدوب السيدوكال وحا لغو كرباشا يا حسن شيخ محمود عشر كو أدق يهي قاب كيبا لغو كرباشا يا حسن شيخ محمود وحا لغو كرباشا يا بارلمانك صوماليا هران كو قشاك كلا بار أو بار وحا قعانتكو هيا إسماعيل عمر قيلي مارك شركة دها هرموت يسلام بانك حسن شيخ محمود
iyo mahad salaad oo wada jira ay weerar ku qaadeen waxaanu garanaynaa in baarlamaanka Soomaaliya qoliyo badan oo ka tirsan ay idaacadda soo istaageen ay yiraahdeen mahad salaad dabada xabada laga gelinaya waa la iska dhixinaya he can do nothing waxa ma sameyn karo marqaati ba ka wada haydeen meeshaas waxa ka aragtay marka in baarlamaanku kala bar has geel u gacanta ku hayo وأنا صوبت اللوعة السومي اللبات وأنا إذا كدب جيني آدم مدوبي أو أه حدي مرايكنك وكويري حسن شيقو سلامة بنك هي هرمود نمنك جنع ستضع الشباب كجنع صار كلا وإنا الشقة كقبطة حدي سلام بنك يا إسكالي هرمود إسماعيل عمر قيل ومقايد دي سي تاسها كل في تي مركة إن آدم مدوبي الله يرو لا يرادو تنه الشيس نقول أقل ميد باي دبو بارلمان كان ماركيسي حسن أن ربنا إن أنا كعب سجل إنه والله وفر أنو تاجو أما مريكان راع أما أنا جاي صار راع تهدي مريكان وراع وحن ربا إن أنا تورو أذن وبرلمان كهدودي هدي أن كش قيسنا يو هيجار إيمانين وحسن جرب سينين وطير العسومي أو لجد جي جبوتي حتى معني ضد كسي لومرين هبابيو تولدي عرتل جيي أو أتجران هيسين oo markay seen la yiri meeshan waa meeshii Soomaali dib u heshiisinta ugu horeeyay lagu sameeyay haddii Soomaalina dib u heshiisiin looma sameeynin waa lagu lugoyay sidaan ognahay oo carta hindisaha 4.5 markay la sameeynaay shirka carta waxa ka horeeyay maxamed haaji ibraahin ciqaal madaxweynihii hore ee Soomaaliland ahaana ra'iisul wasaarihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa wuxuu doonayay Soomaalida in uu dawlad federaal ah u dhiso macni isagana uu qayb ka yahay haduu yahay Soomaaliland si maarkayse loo kala nabad galo Soomaaliyana aan u kala go'in qorshaan noocaas u aha laakiin wuxuu ka faa'iideystay tii Djibouti geey intaas oo sanana dadku way ku qaldanaayeen walaal noo soo gurmaday way ayay lahaayeen ninka la yiraado Ismaaciil Umar Gelle mar ahayn cadaw buu ahaay ilaa hadda maarkayse waa cadaw dadkan haatan ayay ogaadeen war iyo dhamaan hadaan soo ururina marka Aadan Madobe iyo Sooyaalka Gelle Gelle waxa uu ahaa isla Aadan Madobehan ururkii RRA markuu ku dhex jiray oo gudoonka aha gudoonka koobaad RRA oo koonfurta Soomaaliya ugu awood badan shaati guduud oo gudoomiye ah ku xigeenkiisa uu yahay ninka la yiraado markayse shaqadan madobahan kan labaad uu aha Maxamed Ibraahin Xabsade halgamayaashaasi markay joogeen waxaanu garanayna salbalaar in matooradeedu ay ka furatay magaalada Muqdisho gaalkacyo dhulkaas ay u qaxaysay markay markayse 777 ay daynuunay iyo xudur iyo meeshaas ay ugu dilayeen jabkii la soo jabiyay waxaanu garanayna salbalaarta in markayse macne dibkaas wixii laga soo maray shirkii Djibouti waxa loo qabtay kaliya waxay ahayd digli iyo marifle in awoodiisi lagu wiiqo shirkaasi urrada hubaysan oo dhan waa loo diiday dadka shacabka ayaa ka qayb galaya leeyahay hayeeshe urur kaliya ee hubaysan oo lagu casuumay RRA buu ahaa ujeedkana waxa weeye inay dagaalka joojiyaan dhulka ay leeyeen oo la haystay in markaysay macnihi aanay xoreysanin waa tan shati guduud markuu ka soo baxay u lahaa macnihi habar gidir markaysay ani shirkaas waa ka soo baxay macnihi qorigii waa kaga adkaanay laakiin maanta qalinkaygan ku shaqeysanayna bay leedahay Djibouti bayna dabada la galeen hawiye Djibouti waxay u shaqeynaysaa hawiye daarood gaar ahaan hawiye u shaqeys markuu lahaa waad u jeedeen marka nin meel dheer wax ka arkay u ahaa ragii arareeda ee ahaayeen marka Aadan Madobe markaasna macni jabkii dhacay tuun iyo toorboor qayb ka ahaa kumanaan wiil aan iska dilnay haddana markay dambe dawladda Cabdullaahi Yuusuf oo lix gobol war Aadan oo aan qalin kuugu duugo war Aadan oo adiga dawlad dhiso baydhabo iyadoo la leey diiday oo caasimada baydhabo ay u joogto hubkii uu diiday Djibouti la aaday $100,000 ay hawiye u soo sarifeen $100,000 oo shilin Soomaali inta looga dhigay ha badanta uu yiri wuu waashay dhuso isku sii daayay Djibouti isku shubay hadda ma fahmaysaa markuu madaxweyne noqday laba baarlamaan la isku daray baarlamaanka 250 shabaab iyo 250 shabaab wixii marka la isku daray 550 shiina hatta 550 baarlamaankiisa ma ahan oo macnaheedu adduunka naga tarjuuj iyo maajuuj xamar la soo dejiyay Sharif Xasan uu yimid haraato ku dhuftay laba Sharif ah gabar isisiyay Aadan Madobe isagoo dhusaaya laga dejiyay kursiga 18kii wasiirna waxa kala qaybsaday laba Sharifeyn dawladda Sharifeyn ee lahayd markii dambe uu wareeray Sheikh Sharif wati gudoomiyaha xisbiga Himilo macnaheedu dhusa oo macnaheedu meelaha uu joogay falfaliir iyo fuud abaysa lagu siinayay gurigi Aadan Madobe guriga marba abgaal noqon gaaray Aadan Madobe isagoo marka nacaladu ay ku degi gaadhay watan hadda markaysa lafta gareen loo geeyay oo macnaheedu ninkan xil dhiban noogu dhig dhib ma ku keenay ka qorto hadda digli waa markii saddexaad qofka hadduu markuu fo alxamdulillaah dheel mar laba hadduu ku fo bismillaah mar saddexaad waa 70 jir toobad beelay marka
محقوق صعدا قريها يقولي سايا انت انا هانتي حقوق جينيا ديقل ايه مرفلا ما انتي وقل لو دهي وقلقا هاي بيستا حمر واقي هور سيجار كان لقود دمين جري ماركيسا انت اراري ان لهلين قفك الرحوين كان انت حبط باش لقوسيو السيجار كان لقو كرشدين جري لقود دمين جري ما انت مرد عايسو ديقل ايه مرفلا ضد حمر اسكالي هانتي ليالاوا هدي مامل كان لبربريانا وحنو ملاينا يا digli mirifle lo ma ooyaan bay noqon doonaan awl baa ila xunaatiina la dhijire marka aadan madoobe waxa la rabaa digli mirifle inuu iska arko oo ma arkayse macnahe ay wax u sheegan la la hadlo la qabto hadii macnahe ay jirto marka walaalayaal diilkaas la la galay ismaaciil umar geelana dabeecadiisa waxa weeydo kugu shaqeysto oo ku dilayaan meel walba askartiisa joogta marka aadan madoobe macnahe dadkaaga dil baa loo soo diray marka saddexad qodobka asaga waxaan u maleynayaa si fiican waan u fahmi karnaa My
ميراث.